بسم الله الرحمن الرحيم. لأهمية هذا السؤال الذي تم عرضه عليكم سابقا وتم عرض حله أيضا، نعمل اليوم على شرح هذا الحل بشكل تفصيلي. في الحقيقة هذا السؤال هو خاص بموضوع حساب رد فعل المواعي الساكنة على السطوح، ولكن لخصوصية هذا السؤال فحبينا أنه نضيف عليه شرح إضافي. بداية خلي نقرأ منطوق السؤال. Determine the force B، هذه هي الفورس B required المطلوبة to close the gate، أوجد القوة B المطلوبة أو اللازمة لغلق to close the gate البوابة. Take the gate long 2 متر، خذ طول البوابة 2 متر، طبعا البوابة هو هذا السطح المائل اللي انطانا طولها 2 متر and width 1 متر، وعمقها او عرضها او بعدها الثاني 1 متر. بالتالي هذه بوابتنا اليوم اللي هي محور حديثنا، عبارة عن مستطيل ابعاده 2 في 1 ومائل بزاوية 30 درجة. اذا كنظرة عامة لهذا السؤال، هذا عبارة عن خزان والخزان مغلق، يحتوي الخزان على مائعين مختلفين، هناك ارتفاع الأول هو الماء، ثم يأتي بعده أويل كثافته النسبية 0.9 يعني أخف من الماء، وفوق هذان المائعان هناك هواء مضغوط. هنا كلمة الأير تعني أنه هذا الخزان مغلق وهذا هواء مضغوط. أيضا موجود من جانب الخزان يوتيوب مانوميتر، ونعرف استخدام المانوميتر هو لقياس الضغط في نقطة معينة. بداية وقبل المضي في شرح حل هذا السؤال، علينا أن نبين كميكانيكية هذا السؤال. هذه البوابة الآن وهذه النقطة الواضحة هنا هي مفصل، بالتالي هذه البوابة المائلة لولا وجود القوة B المطلوب حسابها في هذا السؤال، من المنطق والمفروض أنه تدور عكس عقرب الساعة حول هذا المفصل من خلال ردود فعل المواعي الموجودة عليها، وتنفتح ليخرج المائع من هذه الجهة. إذن كتوضيح لميكانيكية هذا السؤال، هذا عبارة عن خزان مغلق كليا، وبالتالي ردود فعل المواعي على هذه البوابة، وهو واضح أيضا أنه جزء من المواعي تدخل تحت البوابة، وبالتالي هناك رد فعل عليها بقوة مائلة اتجاهها للأعلى، ولها مركبتين أفقية اتجاهها إلى اليسار وعمودية اتجاهها للأعلى. فبالتالي المركبة العمودية التي اتجاهها للأعلى سوف تولد عزم على هذا المفصل، وتحاول تدوير البوابة عكس عقرب الساعة أو فتح هذه البوابة لخروج المواعي. طبعا تمت الاستعانة بهذه القوة V للضغط على البوابة من هذه النقطة، ومعادلة العزم الناتج من ردود فعل المائع للحفاظ على البوابة بشكل الغلق هذا المبين بالرسم. المطلوب الآن ما مقدار هذه القوة B؟ قطعا إيجاد القوة B كفكرة أولية للحل، نأخذ البوابة هذه ونعمل لها free body diagram. القوى اللي موجودة على البوابة الآن، هذا مفصل فيه مركبتين Fx وFy بعد تحريرها من المفصل، ولدينا القوة المجهولة V، ولدينا ردود فعل المائع التي سوف نحسبها حسب قوانين حساب رد فعل المائع الساكن على السطوح. يعني على البوابة هناك مجموعة من القوى، قوى خاصة بالهنج Fx and Fy، والقوة B المجهولة، ورد فعل المائع الذي سوف يتم حسابه لاحقا. الخطوة التي تلي ذلك، نأخذ عزم للقوى على هذا المفصل للتخلص طبعا من المركبتين Fx وFy، وبعدين يبقى المجهول الوحيد في معادلة العزم هو فقط الB. الآن ولحساب رد فعل المائع أو المواعي الموجودة على البوابة، يجب أن ننتبه أن كل القوانين التي تم اشتقاقها في بداية هذا الفصل لحساب رد فعل المائع
الساكن على السطوح باختلاف أنواعها كانت تتطلب وجود سطح حر، لأنه كانت القوانين التي اشتقيناها لحساب القوة كانت تعتمد أغلبها أو جميعها على وجود الحد H بار أو سميناه Y بار في مكان آخر، والذي تم تعريفه في وقته أنه البعد العمودي بين المركز الهندسي للسطح والسطح الحر للمائع. وهنا في هذه المسألة لا يوجد سطح حر للمائع، لأن هذا خزان مغلق وفوقه هواء مضغوط، وبالتالي علينا معالجة هذه المسألة قبل المضي في حساب رد فعل المائع. كيف تتم معالجة ذلك؟ يجب أن نوفر سطح حر لهذه المسألة ليمكننا استخدام القوانين التي تم اشتقاقها سابقا. كيف يتم الحصول على سطح حر؟ يتم ذلك بتحويل ضغط الهواء الموجود أعلى سطح المائع إلى عمود من نفس المائع الذي أسفله. يعني هنا هواء مضغوط، تأثير المائع الآن حتى تكون القضية واضحة، تأثير المائع الآن اللي ارتفاعه 1.5 هذا الأويل اللي هو بتماس مباشر مع بوابتنا اللي هي 2 متر، هناك حالتان. لو كان هذا الخزان مفتوح للجو، أي لا يوجد هواء مضغوط، مفتوح للجو، هي الحالة العامة التي اشتققنا القوانين السابقة عليها. لو كان الخزان مفتوح للجو كان استخدمنا القانون مباشرة، والقوة هي عبارة عن جاما في الأشبار في الأريا، والأشبار البعد ما بين المركز الهندسي والسطح الحر، والقضية يعني تكون نفس السياق السابق. أما الآن بوجود هذا الهواء المضغوط فأن تأثير المائع على البوابة لا يكون فقط تأثير 1.5 متر من الماء أو من المائع الموجود إن كان ماء أو غيره، هنا طبعا أويل، لا يكون التأثير هو فقط لهذه 1.5 متر. لماذا؟ لأن هناك هواء مضغوط، فبالتالي كأنه هناك قوة إضافية، إضافة للواحد ونص متر هناك قوة إضافية ناتجة عن الهواء المضغوط. طبعا هذا إذا كان الضغط موجب، وهناك حالة أخرى لو كان ضغط الهواء ليس ضغط موجب، ضغط سالب مثلا، أي هناك شفط في أعلى هذا الخزان، فبالتالي يكون رد فعل المائع على البوابة عمليا أقل مما لو كان 1.5 مفتوحة للجو. ليش؟ لأن هناك هواء مضغوط، أي هناك من يسحب المائع إلى الأعلى نتيجة للضغط السالب، وبالتالي يقلل تأثيره على البوابة. والحالة الثانية في حال أنها ضغط الهواء كان موجب، نتخيل القضية وكأنه هناك من يضغط على سطح المائع ليزيد تأثيره على البوابة. عموما ما دام هناك هواء مضغوط بغض النظر عن كون هذا الضغط موجب أو سالب، يجب أن نحول مقدار الضغط هذا بدلالة عمود من نفس المائع الذي أسفله، وبالتالي نحصل على ارتفاع جديد، وقد يكون هذا الارتفاع أكثر من الارتفاع السابق لو كان الضغط موجبا، أو أقل لو كان الضغط سالبا. وبعد الحصول على الارتفاع الجديد تصبح المسألة مسألة تقليدية نستخدم بها نفس القوانين السابقة، وذلك لتوفر سطح حر. الآن كيف يتم تحويل ضغط الهواء هذا إلى عمود من نفس المائع؟ بالاعتماد على أن الضغط يساوي جاما في H، فبعد أن نجد ضغط الهواء نقسمه على الكثافة الوزنية للمائع الموجود أسفله لاستخراج H بوحدات المتر. فلو كان الضغط سالب سوف تطلع H عندنا سالبة، وبالتالي راح يكون عندنا ارتفاع جديد هو 1.5 ناقص الارتفاع السالب الجديد لو كان هذا الضغط سالبا. أما لو كان هذا الضغط موجب وأيضا نستخدم له نفس المعادلة B تساوي جاما في H، وبالتالي نقسم هذا الضغط على الكثافة الوزنية للمائع اللي هي 0.9 في 9810 لاستخراج H،
وأش هذه كونها موجبة الآن تضاف للواحد ونص ليصبح لدينا ارتفاع جديد وسطح مفتوح للجو، وعندها نستخدم المعادلات السابقة الخاصة بحساب ردود الفعل. ما وجود المانوميتر هنا وما الفائدة منه؟ المانوميتر نستخدمه لإيجاد ضغط الهواء الذي تكلمنا عنه والذي يجب أن نحوله إلى عمود من نفس المائع. الآن ضغط الهواء الموجود هنا أعلى الخزان غير معروف، فنستخدم المانوميتر، وعملية استخدام المانوميتر لإيجاد ضغط عملية سهلة، وهو أن نبدأ من نقطة نصل إلى نقطة أخرى بإضافة أو طرح كاما في H. فمثلا لو بدأنا من هذه النقطة، هذه النقطة مفتوحة للجو والضغط بها صفر، أول مسافة راح نمشيها هو نزولا في مائع المانوميتر اللي هو الزئبق، فراح صفر نزولا زائد 0.5 متر في 13.6 بالعشرة في 9810، هاي القامة مال الزئبق، وصلنا لهاي النقطة. كون نفس المائع ونفس نفس المائع عفوا بنفس الكثافة، ننتقل إلى النقطة المقابلة مباشرة. فبعد أن كنا في هذه النقطة وقلنا 0 زائد 0.5 في 13.6 بالعشرة في 9810، ننتقل إلى النقطة الأخرى. الآن نحن هنا المسافة اللي راح نقطعها الآن صعودا إذا ناقص، وين دي نتحرك؟ دي نتحرك في داخل الماء، هذا الماء هو كل ماء. إذا من هذه النقطة راح نقول ناقص جد المسافة 0.5 متر، هاي 0.5 متر ناقص إذا 0.5 متر في الجاما ووتر لأنه تحركنا الآن في الماء، وصلنا وين؟ إلى هذا المستوى. نستمر بالصعود أيضا، أيضا ناقص الآن جد المسافة 1.5 ناقص 1.5 في 0.9 الماء اللي ده نتحرك به في 9810 يساوي بير. إذن استخدمنا المانوميتر ومعادلة المانوميتر للحصول على ضغط الهواء اللي موجود أعلى الخزان. الآن بي اير هذه اللي طلعناها طبعا وحسب قيمتها اللي راح تطلع إن كانت موجبة أو سالبة نحولها إلى عمود من نفس المائع ليضاف أو يطرح إلى 1.5 ويصبح لدينا خزان جديد مفتوح تنطبق عليه معادلاتنا السابقة اللي هي حساب رد فعل المائع جاما في الأشبار في الأريا، والأشبار هي البعد ما بين مركز البوابة الهندسي والسطح الحر. بعد أن حولنا هذا الضغط إلى عمود وأضفناه أو طرحناه من العمود الموجود سابقا يصبح لدينا سطح حر، وتعود المسألة كما كانت في المسائل السابقة التي تم حلها على هذا الموضوع.